أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا دعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 叫道: 这却是我的正道， 故你们当遵循它， 你们不要遵循邪路， 以免那些邪路使你们离开安拉的大道， 他将这些事嘱咐你们，以便你们敬畏。 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله 的使者 صلى الله عليه وسلم 说道：最真实的语言却是安拉的语言，最好的引导却是穆罕默德 صلى الله عليه وسلم 的引导，最恶劣的事却是一切新生事物，凡是新生事物即是异端，凡是异端即是迷雾，凡是迷雾通入火狱。穆斯林正确声音及收录。